إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم جميعا في كل مكان. احنا دلوقتي في انتظار شروق الشمس يوم 22 من رمضان. كل عام وأنتم بخير. احنا دلوقتي برضو هناخد لقطة للقمر في هذا الوقت. ماشي، ناخد كده القمر في هذه اللحظة. ماشي، طبعا صورة القمر واضحة هي في هذا الوقت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم تقبل منا يا رب. طيب، لحظات وهتشرق الشمس. تعالوا نشوفوا مع بعض شكل الشمس وهي بتشرق. طبعا هو ميلاد يوم جديد من ايام ربنا سبحانه وتعالى. يعني شروق الشمس دهوت دليل على بداية يوم جديد، واليوم ده بيبقى شاهد على الانسان، فنتمنى ان هو يكون يوم خير ان شاء الله. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا بان ليلة القدر لها علامات. في ليلة القدر، ليلة ذات نفسها، بيكون في هدوء، ما تكونش فيها سحب، ما تسمعش فيها إلا أصوات الإيه، يعني ليلة هادية جدا. ده بالنسبة لليلة. أما في صباحة الإيه، يعني الصبح كده هوت، فبتكون الشمس تظهر وليس بها أي شعاع، بيكون الإنسان حاسس بها كأنه يشاهد القمر. فسبحان الله العلي العظيم. طبعا عشان في بعض الغيوم فالشمس مش واضحة دلوقتي، لسه ما ظهرتش، فاحنا بنحاول ان هي ايه نشوفها مع بعض. طب احنا كده ملاحظين ان الشمس ابتدت بتصعد. سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، يا الله. طبعا هنلاحظ مع بعض كده الشمس بتصعد الأعلى. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. طبعا ليلة القدر ليلة مفضلة، بتبقى أفضل من ألف شهر من العبادة. سبحان الله العظيم، وهذا فضل من ربنا. يعني سبحان الله عز وجل عطى للإنسان فضل عظيم جدا، اللي هو بدل ما يقعد 83 سنة يعبد ربنا، لا ده أعطى له ليلة. سبحان الله، فالليلة دي فضلها عظيم جدا علينا كلنا. فنتمنى إن احنا ما نفوتش ليلة من ليالي العشر الأواخر دي إلا ونقوم الليل ونذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي ونقرأ القرآن. سبحان الله العظيم، هذه هي الشمس تصعد هيت. صعود الشمس اهوت في هذه اللحظة. أشرقت الشمس بيوم جديد. اللهم اجعله يوم خير للمسلمين في كل مكان يا رب. طبعا من الملاحظ ان الشمس يعني لونها كده هوت فيها يعني شعاع، يعني ايه تنظر لها كأنها شمس فعلا. يعني ايه صعود الشمس هي بتصعد معانا. سبحان الله العظيم اهوت. وانا طبعا احنا بنحاول ان ايه تصعد لاعلى هيت.
طبعا تبقى لحظات سعيدة إن أنت بتشوف الشمس وهي بتتولد كأنها شيء بيتولد، سبحان الله العظيم، علامة وآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. طبعا منظر رهيب جدا، نتمنى إن كل الناس تكون معانا في هذه اللحظة وهي عملية صعود الشمس إلى أعلى هوت. ولكن في بعض الغيوم ربما تكون بتمنع صعود الشمس، يعني في لحظات كده ان في اشعة للشمس، في اشعة. يعني هنا الشمس يعني مش قادرين نوصلوا لحاجة لها، حاسس ان في بعض السحب بتمنع الشمس في هذه اللحظة، ولكنها يعني ملاحظ ان هي فيها اشعة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا في هذه اللحظات. بنحاول نشوف مع بعض صعود الشمس، ولكن في بعض الغيوم منع ظهور الشمس كليا. هي ظهر الشمس معنا اهو، بس الغيوم منع ظهور الشمس كليا. عايزك تلاحظ معايا وتركز. طبعا في صوت عصافير وعاملة يعني بهجة بالصباح. الشمس هي بس برضه مش قادرين ان احنا هي ظاهرة، ايوه، بس يعني مختفية وراء السحب، يعني جزء منها ظاهر والجزء الاخر يعني السحب مغطية، فعشان كده مش قادرين نحكم. بس هنا شمس بأشعة، أشعة يعني قوية، فما تقدرش تحكم بقى أكتر من كده. إن هي أنا عايزك بس تعرض أنا بوصف لك الوصف أهو، ومن خلال الصورة بيبان إن الشمس ليست بيضاء، يعني مش ملهاش أشعة، لا يوجد لها أشعة. فطبعا إحنا إن شاء الله هنكمل لحد آخر يوم من أيام شهر رمضان، لحد يوم 30 إن شاء الله، وتابعونا بإذن الله. طبعا الشمس هنا يعني فيها مشكلة ان في غيوم محوطاها، فهي لحد الان مش ظاهرة كلها، يعني باينة كلها.
ماشي.